السلام عليكم. الكويت تنفي شائعات بوفاة أميرها وتؤكد استقرار صحته. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. نقلت الكويت مساء الخميس شائعات بوفاة أميرها صباح الأحمد الجابر الصباح مؤكدة استقرار صحته. ونقلت وكالة الأنباء المحلية الرسمية عن وزير شؤون الديوان الأميري علي جراح الصباح تأكيده التواصل المستمر مع مشغل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني الذي طمأن الجميع على أن الحالة الصحية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد مستقرة ويتلقي العلاج المقرر. وكانت وسائل إعلام قد نقلت شائعات بثها الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين عبر تويتر بأن الأمير الصباح قد توفي عن 91 عاما، وهو الذي يخضع للعلاج منذ أسابيع وسط مخاوف إزاء تدهور صحته والأمير في الولايات المتحدة لاستكمال العلاج بعد عملية جراحية في الكويت. نسأل الله الصحة والعافية لهذا الأمير الطيب الذي يريد أن يؤلف بين القلوب والصلح. في الأخير نشكركم على حسن المتابعة وشكرا.